أستاذة رقيقة ماما، مرحبا بك على جواز سانفو وتي في. أستاذة اليوم هنا عندك على قضية السيد صايم بالعباس، هذه القضية اللي أسرت الحبر كما يقولوا على الورقة. خليك أنت تكلم لنا بما أنك أنت محامية كحد الإنسان، هذا المجاهد اللي كما يقولوا انحقر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بجريدة لواس انفو ونشكرها، يعني هي دائما سباقة لحل بعض القضايا، هنا قضايا إنسانية على المستوى الأول هنا في الغرب. مرحب بكم هنا في المكتب تاعي المتواضع، واليوم جيت نطرح لكم يعني المشكلة. هي مشكلة إنسانية ومشكلة يعني تفوق كل التصورات. الحاج صايم العباس، الحاج صايم بالعباس هذا من اوائل المجاهدين هنا على مستوى سيدي بالعباس. ترك بصمه كبيره في اندلاع الثوره، ابان اندلاع الثوره 1954، الفدائي سياسي في جبهه التحرير الوطني، كان في فرنسا، كان في الخليه السريه. هذه المعلومه اللي راني نعطيها لكم، وهذه حقيقه، هادو كاع اللي غادي نتكلم عليهم حقائق، سي استوار فيريديك. بون، الحاجه الاولى اللي نبدا بها المساهمه تاع الاولى، او هو كان فدائي مسبل ضمن جبهه التحرير الوطني، وكان شغل يعني كان يعني جاهد، يعني كان مجاهد، شغل يعني كان في فرنسا، كان في الخليه السريه لجبهه التحرير الوطني. وكي اندلعت الثوره في 1954، 1 نوفمبر 1954، التحق بالثوره من فرنسا، التحق بالثوره هنا في بلعباس. ان 1957 وقام بعده يعني معارك هنا في ضواحي سيدي بلعباس. وغادي من بعد مور هذا الحوار غادي يتكلم هو ويوضح لكم امور كثيره. الحاج بالعباس صايم، قدر تحكي لنا المشكله نتاعك هذه اللي وتقول راني فدائي وحكموا عليا بالاعدام، وعندي وثائق تثبت باللي راهم حاكمين عليا بالاعدام، وانت كنت مع الثوره، ومن بعد كي استقلينا في 66 رحت لفرنسا. اي احكي لنا درك. اوكي. ثم كي كان من الغاولي للغالي واحد من فرقس. واه. الغالي من فرقس قال لي غادي ندخلوا للنظام، عندنا ندخلوا للنظام. كانتنا عندنا في قهوة المعسكري، قهوة المعسكري سيدي بن عباس، قهوة المعسكري كانوا هما ينظموا الناس. تيريكتومون كنا ننظم في الناس ونخدمهم ليد مع ليد. وكانت كان ميمون فداعي، ميمون قبيلي، كان يزيد، كان عمر، كانوا بزاف قبيلي خدموا بالهادي، واحد من تسالة بن علي، ولاد كيقول له سالة مرقش. هادو الناس هادو توفوا ولا مازال على قيد الحياة؟ بعد كان هذاك كيما يقولوا فاكو، كاين خويدر، كانوا بزاف من عمارنا اللي كانوا يخدموا لكولها والسكتير تاعه. انا الوقت اللي ظهرت مع واحد قال لي في الارواح غادي نسحقوك في السينما هذيك، قال لي غادي دير حاجة وتسنى. سنيت ما جاش، دار السنوات البوليسية 15 واحد طاحوا عليا يزمروا، ومن بعد داوني للحبس. ثم من الحبس هذاك رحنا تاع لامبيري، كانت بكري لامبيري فيها البوليس، وفيها كانت يديروا الفوتوكوبي، ومرة كانت تفيدوا صوتوني في البوليسيه، ومن بعد جابوني في لاميري. كان حرير كتبني في الصوت. شيخ يخدم هذا حرير؟ شيخ يخدم حرير كوميسار في سيفال.
كان ما يخدم على النظام الفرنسي. كان الفوار يعرفوه عند السكنة هنا، عند السكنة. وجاو القول اللي ضربت طلعت ناوية سمحوا لي، قالوا عريت 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 حرير عريت حرير، هو ما عندهش لا شفقة لا والو. الحاجة اللي نأكد عليها أن الحاجة صايم في من 1966 لما ترك البيانات، لما بون داو هو داو من عنده كاع البيانات باش يعطوهم يعني الحقوق تاعهم، كان منحه المجاهد، بعض الامتيازات كالضمان الاجتماعي، الترونسبور، هادو الامورات اللي يعرفهم كاع الشعب يعرفهم. السيد الحاج صايم خلى كاع الوثائق تاعه والمتعلقات بالجهاد تاعه في جبهه التحرير الوطني خلاهم في صندوق، صندوق عائلي. صندوق عائلي وكان في العائله، كان العائله كانوا لي بارون تاعو كانت موحيه وخلى داك الصندوق. ابخي مش عارف كانت فتره زمنيه هو داير في راسه باللي راه عندها اون باي، راه عندها خلصه وراه عندها كاع الحقوق تاعها سي بون هنا في الجيري. السيد ما رجعش، رجع بعد فتره زمنيه. نهار اللي رجع وثاني ما حاولش يستفسر على الامور هذه على الحقوق تاعها. نهار اللي السيد السيد رئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتليقه، نهار اللي اعتلى سده الحكم، اعطى اهتمام كبير للمجاهدين ولحقوق المجاهدين، وين الغالى الكونسيور تاعه يعني المستشار تاع بوتليقه، ودى جميع البيانات ايضا، عاود داو عليهم جميع البيانات المجاهدين هنا تقريبا نقول 300 مجاهد ولا 400 مجاهد. بعد الحصايم يعطيكم القصه الحقيقيه. من 1948 صح نمشيو وين تلتحقت بالثوره 57 تاع الريتريت 57 تاع 57 بقولك 56 دخلت دخلت الثوره مع ما تكون شكون هما 56 دخلت كانت يصلي على جهه ويجمع على جهه. هذه وين في فرنسا في وين؟ 26 وين؟ 26 وين جايه هذه؟ فالونس؟ فالونس في فالونس 26 26 كان معايا عبد النجير كيقول لي عبد الرحمن، كان معايا درويش خو، كان فاشينون، كاين فاشينون وكاين موسى الشاوي، هذو اللي كانوا معاك في النظام في فرنسا. هذو اللي كانوا مقران في فريق كونتنت. وش هو الشيء اللي كنت، وش هو العمل اللي كنت تقوموا به في فرنسا؟ شو العمل اللي كنت تقوموا به في فرنسا؟ شو الشيء اللي كنت تقوموا به في فرنسا؟ واش من عام كنت في فرنسا؟ لا النظام، وش هو الشيء اللي كلفكم به باش تديروه تما في فرنسا؟ قال لك كيفاش نعاونوا الجمعه. كيفاش تعاونوا الجمعه؟ كيفاش؟ نعاونوا الجمعه باش في الماليه. الماليه، بصح ولكن ما درتوش دي زاتونطا ولا هكا ولا بومبات ولا؟ هنا كنا نضاربوا في فالونس، كنا نضربوا نديروا بطاطا ولانجينات ونقايصوا، اللي يدخل القهوة اللي يدخل ليه اللي يدخل ليه، بلانجينات كنا نضربوا، ما كانش عندنا ولا بالسكة، بالسكة فواصل. سعد بعد عاود تولد للجزائر. كنت في الجزائر. كما كيك بفرنسا، بفرنسا عاود وليت الجزائر. 56 دخلت للجزائر. في 56 عاود تولي للجزائر. كانت الجمعة، قلت لك كانت الجمعة على جهة، كانوا رجال ما يعرفوش وين يعسوا. يقول له منينك خاضي؟ منينك خاضي؟ خاضي مع الجمعة ولا مع تاع ميسالي؟ ما تعرفش روحك. يقابلوا الراجل في مسبارة ويقيسوا في لاكونديت. لا محكوم عليه بالاعدام، حكموا عليه بالاعدام وزيد بالزياده الاصابه اللي تلقاها، الاصابه مصاب عنده اعاقه، راه عنده اعاقه ولحد الان راه يهضر على خاصه تاعه، مازال ما خلصش، مازال ما داش الحقوق تاعو. يجي يقولوا لك بلي لا الدوسي تاعه ما راهش هنا، هو عنده الماتريكول تاعه. هاو جبتها، هاو مدير الخزينه الماليه، هاو الرقم تاعه جبائي، ها الضمان الاجتماعي تاعه، يقول لك لا ما عندهاش فيش كومينال.
يا سيد الرئيس، هذا نداء استغاثة ليك يا سيد الرئيس عبد المجيد تبون، أرجو منكم التدخل في قضية بالعباس الصايم على وجه السرعة. النداء هذا أيضا أخص به وزير المجاهدين، أخص به أيضا والي ولاية سيدي بالعباس، أخص به السلطات الأمنية. شكون ما يعرفش الحاج الصايم بالعباس؟ شكون ما يعرفش المجاهد الحقيقي اللي دوك راه يهضر بالوثائق بالدليل، اللي راه يتكلم الآن على ثورة، ثورة أول نوفمبر 1954 من نهار اللي اندلعت إلى يوم الاستقلال، ولحد الآن بالوثائق نتاعه وبالملف نتاعه مازال ما داش الملحة نتاعه تاع مجاهد، مازال ما داهاش. يروح للإدارة يقولوا له ما كانش، يروح لأبناء المجاهدين يقولوا له ما كانش ما قدوش. كيفاش السيد بالوثائق نتاعه وبالبراهين والدلائل اللي عنده وما يديش حقه؟ هذه الشيء هذا ما يتقبله، لا انا كمواطنه وما يتقبلش الجزائريين. طيب العباس هادو دي بروف سير. ايوه شوف هادو كيما راكم تشاهدوا، يحاولوا يسرقوا. احنا خدمنا على البلاد محكوم، ما نسحقش انا، احنا خدمنا على الوطن. الخاين ما رضيهش انا، سي كونت كونت تاع الماضي معايا. هادو اللي مات معايا بالسكران والسكران والميش داو من السبيطار، وانا يا الخوان داوني دير تمو السبيطار تاع التمثال. واليزيد اليزيد دالي تشكا في النوفيو، دالي تشكا القبائل خدموا معنا الكبير الجزائريين كانوا معنا، كان ولد يزيد مجاهد. كيما راك تشاهدوا رانا نشوفوا هنا هذو المحكومين عليهم بالاعدام، الملف الجمعيات محكوم عليهم بالاعدام، وليد سيد بلعباس رانا نشوف في يتصدرهم سيد حر المرحوم حر عبد القادر بن بشير محمد توم ابراهيم بوشري الجلالي، نتحدث صايم بلعباس كيما راك تشوفوا، من بعد كاين فراجي محمد صحراوي قاده صرحان نعيمي حمزه بوبعزه محمد قرمي عبد القادر يعقوبي الطاهر الجدي وشبكه ابو كرشه كرش كشابه حلوش قدور حلوش مختار ضياف قويدر فردي محمد شعيب عبد القادر يحيوي عيسى بالبوش رمضان ابو شارب الطاهر زياد بينوت تجيني محمد وسيد علي ابراهيم. هذو كل محكوم عليهم بالاعدام يكومبري هذا السيد هذا اللي راه يطالب بالحقوق تاعه، اللي راه يطالب بالحقوق تاعه لان عنده وثائق تثبت له باللي شارك في هذه الثوره التحريه الثوره المجيده اللي نقدر نقولوا في الحقيقه نتاسفوا بزاف، بما ان احنا شدنا هذه الاوراق وشدنا هذا ليزاتستاسيون. محكوم عليه بالاعدام، حكموا عليه بالاعدام وزيد بالزياده الاصابه اللي تلقاها، الإصابة مصاب عنده إعاقة، راه عنده إعاقة ولحد الآن راه يهضر على الخاصة تاعه، مازال ما خلصش، مازال ما داش الحقوق نتاعو. يجي يقولوا لك بلي لا الدوسي تاعه ما راهش هنا، هو عنده الماتيريال تاعه. ها هو جبته، ها هو مدير الخزينة المالية، ها هو الرقم تاعه، الجبائي، ها الضمان الاجتماعي تاعه. يقول لك لا ما عندهاش فيش كومينال. يا سيد الرئيس، هذا نداء استغاثة ليك يا سيد الرئيس عبد المجيد تبون، أرجو منكم التدخل في قضية بالعباس الصايم على وجه السرعة. على البلاد محكوم، ما نسحقش انا، احنا خدمنا على الوطن. الخاين ما رضيهش انا، سي كونت
راه كاع كيما هذه معايا.